بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في رسالة القديس بولس الرسول لأهل فيلبي. احنا في إصحاح واحد وصلنا لعدد 5. هفكركم فيلبي بلد في أول اليونان، وأول بلد تقريبا دخلها القديس بولس في اليونان. وفيلبي ليها ذكريات جميلة عند بولس الرسول، ولما تسجن في روما حب يتابعهم ويفتقدهم، بالذات بعد ما بعتوله شوية هدايا على السجن. والرسالة دي أكتر رسالة معروفة بالفرح، سموها رسالة الفرح، لأنها يعني تدل على قلب فرحان وبتنادي الناس بالفرح، بتدعو للفرح رغم الظروف والإحباطات والضيقات والحاجات الكتير. بدأ الرسالة أنه يذكر تيموثاوس زميله أو خادم اللي معاه، ويهدي السلام لأهل فيلبي، وبعدين يشكر ربنا على أخبارهم، ويقول لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن. وقلنا دي معناها شركة الإنجيل، ببساطة معناها مش بس قبول الإنجيل، لأن دول أغلبهم كانوا وثنيين، تقبلوا الإنجيل وبعدين اتعمدوا زي نظام الموعوظين. لكن شركاء الإنجيل معناها إن هم بقوا كمان ينشروا الإنجيل زي بولس، أو يعني عايشين بالإنجيل زي كل المسيحيين القديسين. واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. الآية دي جميلة لأنها بتقول أن اللي ابتدى فينا هو المسيح، واللي يكمل معانا ربنا يسوع. وكأنها دعوة جميلة لكل واحد فينا، اللي ابتدى يكمل. افتكروا الكلمة دي، اللي ابتدى يكمل، اللي ابتدى خدمتك يكملها لغاية ما توصل للسماء، اللي ابتدى الموضوع الفلاني يكمله. فلما تنسب البداية لله يبقى طبيعي ربنا يبتدي ويكمل. فهو بيعتبر انه معرفتهم بالمسيح مش دورهم لوحدهم، ده دور نعمة ربنا. الذي ابتدأ فيكم، هنا الفاعل يعود على المسيح، المسيح الذي بدأ فيكم عملا صالحا يكمل فيكم إلى يوم يسوع المسيح. طبعا ده لا يلغي دورهم، لأنه قال قبل كده مشاركتكم، وقال يعني فاكركم دايما أفكار حلوة وسامع عنكم كلام كويس. هنا دور الجهاد ودور النعمة، ربنا يدينا نعمة البداية. يعني أي حد فيكم قرب من ربنا، دي مش شطارة منه لوحده، لا ده دور نعمة ربنا. واللي ابتدى حاجة حلوة ده كان زق من ربنا، بس المهم كمان يكمل. عشان كده يقول في رسالة تانية تمم خدمتك، أو يقول في آخر رسالة لي أكملت السعي. لأن المسيح نبهنا في لوقا 14 بالحكاية اللي حكاها عن الناس اللي ابتدت تبني وإيه وما كملتش، ابتدأ يبني ولم يكمل. يبقى اللي ابتدى يكمل. فأنت ابتديت تصلي بالأجبية كملها، زود ما تنقص، ابتديت تقرأ الإنجيل كمل بقى، ابتديت تصالح الناس ما تتراجعش وتقلب عليهم، كمل التسامح والتصالح، ابتديت تمشي في طريق مستقيم كمله، ترجعش فيه. يبقى الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. وكأن يوم المسيح، طبعا ده يوم القيامة، يوم الدينونة، اللي حاطط يوم المسيح قصاد عينه يساعده يكمل. لما تتخيل انك هتقف قدام المسيح عاوز تقدم حساب عن حياتك، هيخليك تكمل الحاجة الصح. لو نسيت يوم المسيح هتنام في الخط. ده اللي قاله المسيح له المجد في لوقا 12 في العظة بتاعت الوكيل الأمين، قال إذا ابتدأ يقول في قلبه سيدي يبطئ قدومه. يعني لما يقول بقى العبد من دول إيه، فين لما يجي سيدي يحاسبني، ركن الحساب والدينونة، يبتدي يأكل ويشرب وينام ويسكر ويلخبط
ليه؟ لأنه مستبعد أنه يقف قدام ربنا، إنما اللي مستقرب وقفة ربنا هيكمل، اللي ابتداه هيكمله. فيقول واثقا بهذا. طبعا كلمة واثقا كمان دي كلمة جميلة قوي في قاموس الأبوة. ما أجمل أن الأب يحسس أولاده أنه واثق فيهم. صدقوني من أكتر الكلمات اللي تفرق مع الشباب الصغير، أنا واثق فيك، واثقا. طبعا هم مش كاملين، هم فيهم عيوب زينا كلنا، لكن لما بولس يقول أنا واثق فيكم دي حاجة كبيرة، دي تخليهم يجتهدوا أكتر، يطلعوا أحسن ما عندهم. عاوزين يبقوا أهل للثقة. الكلمة دي عاوزين نستخدمها أكتر من كده. ليه أنت كأب ما تقولش لأولادك أنا واثق فيكم، أو للخدام اللي معاك أولادك بالروح أو بالجسد، أو تقول لمراتك أنا واثق في حكمتك. طبعا هي مش هتصدقك لأنها عارفة أنت بتقول إيه في وقت تاني، لكن الكلمة دي أكيد هتفرحها واثقا. فإذا القديس بولس مشجع جدا أنه يقول أنا متأكد، أنا واثق، اللي ابتدى فيكم هيكمل، والمسيح اللي بدأ معاكم هيكمل معاكم إلى يوم يسوع المسيح. دي دعوة جميلة قوي، كأنه بيقول لهم أنا متأكد هنتقابل في السماء، وهنشوفكم بقى في الآخر كده مكللين بالمجد بتاع التعب والخدمة اللي تعبتوها. واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. يبقى ربنا يتمم خدمتنا كلنا، واللي ابتدأ فينا يكمل، ويبقى إيه؟ إحنا أهل للثقة. كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم. بصوا بقى الرسالة دي مليانة دالة، مليانة تشجيعات. يعني بولس بيشجع وبيدلع عياله، فبيقول لهم ما هو كمان من حقي وانا بحبكم قوي كده، اثق فيكم، من حقي وانا مشغول عليكم كده وبصلي لكم ان انا اعشم تبقوا قديسين وبتبقوا حاجه كبير. لان هنا هيقول لهم قد ايه بيصلي لهم وقد ايه بيحبهم، فعشان كده مستني منهم كتير. يبقى ثقه القديس بولس كاب روحي نابعه من محبته لاولاده وصلواته، فزي ربنا مش هيكسفني فيكم فأنا بصلي لكم، فلازم هتبقوا كويسين. واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم، لأني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته. حافظكم في قلبي، يعني انتوا دايما جوه قلبي، ما بتطلعوش من قلبي ابدا. طبعا ده كلام جميل. وفي وثقي، يعني وانا في السجن مش نسيكم، دايما على بالي، دايما بصلي لكم، وفرحان ان انا اتسجنت بسببكم. يعني بقول كويس عشان ولادي يعرفوا قد ايه بحبهم، ما كل ده من اجلهم. وفي المحاماه عن الانجيل، ده غرض السجن. يعني ايه؟ هو اتسجن ليه؟ لانه بيدافع عن الانجيل أو بيبشر بالمسيح. فطبعا عملوا عليه مؤامرات كأنه بتاع فتن وبتاع وسجنوه. فهنا بيقول أنا حافظكم في قلبي وفي وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل. يعني طول ما أنا بدافع عن الإنجيل أنتوا في بالي، مش عاوز حد فيكم يتلخبط ولا يتشكك. فكأنه ولاده دول في ذهنه. على فكرة كانوا زمان يعلمونا كده، يقولولنا لما كنا نبتدي مدارس الأحد، يقولون لنا لما تيجي تحضروا الدرس خلوا العيال في ذهنكم، يعني القعدة بتاعت الفصل. الكلام ده فات عليه كتير، بس أنا فاكر قالوا لنا كده وكنا بنعمل كده. الواحد وهو بيحضر الدرس يتخيل الأطفال قدامه، ويتخيل هيقول إيه وهيسألوه في إيه. فأنا حافظكم في قلبي وفي المحاماة عن الإنجيل. يبقى وأنت تتكلم مجهز الناس دي محتاجة إيه. المحاماة عن الإنجيل دي كلمة مهمة، لأن طلع منها علم كبير اسمه علم الدفاعيات. المحاماة يعني الدفاع. طب هو الإنجيل محتاج دفاع؟ الإنجيل معناه الخبر الحلو، الحقيقة اللي أعلنها المسيح، أن ربنا هو ربنا يسوع له كل المجد، الذي أتى وخلصنا، وأنه مات فعلا وقام فعلا من أجل خلصنا ودانا روحه. ده حق الإنجيل.
طيب ما احنا بندافع عنه. الدفاع عن الإنجيل اسمه علم الأبولوجيتكس، علم الدفاعيات، وده يقسم إلى أكثر من قسم. في الدفاع عن وجود الله وصفاته، ثم الدفاع عن قصة الخلاص، تجسد والفداء والقيامة، ثم الدفاع عن الإنجيل نفسه أنه مش محرف، ثم الدفاع عن الكنيسة وفكرها. كل دي أقسام تحت علم الدفاعيات، المحاماة. كلنا كمسيحيين مسؤولين ندافع عن الحقيقة، كلنا شهود. المسيح يقول كده، أنتوا شهود، احنا شاهدين ان المسيح لو المجد اتى وخلصنا، شاهدين اللي على المذبح جسد ودم حقيقي، وبنقول قانون الايمان كشهود للحقيقة. فبيقول انا مسجون من اجل المحاماة عن الانجيل وتثبيته. تثبيته يعني ايه؟ يعني الانجيل الصح او الايمان المستقيم اللي ما فيهوش خلل. في الوقت ده في الستينات كانت ابتدت البدعة تزيد، في ناس بتنادي بالتهود، في ناس بتنادي ان المسيح مش اله كامل. فهنا ده مش انجيل، دي لخبطة. فالدفاع عن الانجيل وتثبيته احد مسؤوليات القديس بولس. فبيقول كما يحق لي ان افتكر هذا من جهة جميعكم، لاني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته، أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة. بس لغاية دلوقتي قال إيه دلع؟ بيقول أنا حافظكم في قلبي وأنتم شركائي في النعمة، وأنا بفتكركم في صلواتي على طول، وبشكر ربنا عليكم قوي، وأنا إيه؟ وأنا في وثقي فاكركم. إيه ده كله ده؟ ده الناس تطير من السعادة وهي سامعة قد إيه بولس عمال يستخدم كلمات يعني مريحة ومشجعة عشان بيحبه. وطبعا المحبة دايما هي أقوى دافع للحياة الروحية. لما تلاقي حد بيحبك بجد تحب تمشي صح. ليه في ناس بتمشي غلط كتير؟ لأنها مش لاقي حد يحبها صح. اللي بيكتشف أن ربنا بيحبه وفي ناس بتحبه بجد يعمل أحسن ما عنده، يمشي صح. إنما صعب واحد يبقى محبوب بجد حب نقي ويختار الغلط، ما بتحصلش. أغلب اللي بينحرفوا بيبقوا جعانين حب، فبيدوروا بقى إيه على أي حاجة غلط يعملوه. فهنا بيقول أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة. طب نعمة إيه وإنت مسجون؟ النعمة يعني معرفة الله، يعني الروح القدس اللي فيه. فقال أنتم شركائي في النعمة، إحنا في نعمة العهد الجديد، عارفين ربنا ولاد ربنا وشايلين الروح القدس فينا رغم السجن ورغم الاضطهاد. فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح. بصراحة عمره ما عمل كده في الـ14 رسالة، ما عادش يقول وحشتوني زي المرة دي. فيليبي قاعد يقول ده أنه مشتاق لكم أول. فطبعا دي تدل أنه الناس دول فعلا لهم مكانة خاصة عندهم. وبيقول ربنا شاهد أنا مشتاق لكم قد إيه، ده يا بختهم بيه يعني، ويا بختوا بيهم، لأن فعلا حبوه حب مخلص، وهو كمان كان شايف فيهم عينة حلوة، كنيسة قوية ومجتهدة. وطبعا ده كلام تاني مشجع، أشتاق إليكم، أشتاق إلى جميعكم، برضو عشان ما حدش يفتكر إنه بيقصد واحد عن واحد، يعني بيحب الكل، في أحشاء يسوع المسيح. ايه لزوم استخدام اللفظة دي؟ كان ممكن يقول انا ربنا شاهد انتوا وحشيني قبل قد ايه، كويس، جملة جميلة. لكن في احشاء يسوع المسيح معناها ايه؟ معناها القديس بولس من كتر التصاقه بالمسيح بيحس ان مشاعره مش مشاعره، مشاعره دي بتاعت المسيح اللي جواه. يعني بيحس قد ايه المسيح بيحبهم، والحب ده معدي عليه، فهو نفسه بيحبهم بقلب المسيح، مشتاق لهم بقلب المسيح. مرة واحد كاهن كده حكى لي قصة عشان تفهموا القصة، يعني ايه احشاء يسوع المسيح دي. قال لي في واحد فضل يشتمني ويتعبني جدا في الكنيسة، وبعدين كل ما اصلي له احس ان انا بحبه قوي، وحاجة مش منطقية. كل مرة اصلي له أحس فعلا إن أنا مشتاق له وبحبه، وهو ماسكني على الفيسبوك يعني متوصي.
لغاية ما في مرة قابله من كتر الشوق اللي جواه جري عليه وخده بالحضن. الشاب ده ما بقاش مصدق، لأن هو متوقع أبونا يعني زعلان منه. فقال لي ساعتها ده مش طبيعي اللي أنا عملته، ده مش طبيعي، بس دي بركة الصلاة. الصلاة كتير تخلي القلب مش قلبك، والمشاعر مش مشاعرك، الأحاسيس الحلوة دي مش طبيعية. ليه؟ ما هو صعب واحد يحب شخص مش بيحبه بجد وبانفعال، دي حاجة مش فوق العادي. فوق العادي ده يبقى قلب ربنا، يبقى ده أحشاء يسوع المسيح. فهنا القديس بولس من كتر صلواته في السجن حاسس إن المشاعر الجياشة اللي جواه تجاه ولاده دي مش مشاعره هو، ده مش قلبه هو، لا ده المسيح اللي جواه شوقه لولاده. فأصبح الارتباط اللي بينه وبين أولاده ده مش ارتباط بشري طبيعي، مش بقى مثلا عشرة وبحكم العشرة يعني يشتاقوا لبعض، لا الموضوع أكبر من كده، دي محبة نقية جاية بالروح القدس. فلما يستخدم كلمة أحشاء يسوع المسيح معناها الحب النقي اللي جاي من المسيح للناس من خلال بولس الرسول. وده دورنا كلنا لما احنا نبقى خدام روحيين، هنحب الناس بمشاعر ربنا، فطبعا الشعور ده هيوصل لهم ان دي مش محبة يستهلوها، يعني مش حاجة على قد محبتهم، لا ده اكتر كتير. الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح، وكأنه عاوز يقول صدقوني مش عارف المشاعر دي جايه لي منين، ربنا شاهد بحبكم بزيادة، دي أحشاء يسوع المسيح، ده حب المسيح بقى، ده مش حبي أنا، كوني بشتاق لكم وراضي عنكم قوي كده وبشجعكم، كأنه بولس عاوز يقول مش أنا، ده حد تاني بقى، ده ربنا اللي جواي عمال يزقني عليكم. وهذا أصلي أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم. لما واحد يحب أولاده ويكون شخص روحاني بيبقى كل شهوة قلبه أن هم يزدادوا في المحبة، لأن القداسة عبارة عن زيادة في الحب. يعني إيه واحد يبقى قديس؟ يعني محبته لربنا ومحبته للناس تزيد، ما هو ده اللي يخلي الناس قديسين. احنا كلنا سنة ورا سنة المفروض نزداد في المحبة، بنحب ربنا بس مش كفاية، بنحب الناس ومش كفاية. فيبقى الدعوة الحلوة المثالية ايه؟ ربنا يزود محبتنا اكتر واكتر، لانه هي دي اللي تخلينا اقرب لربنا وحسب مشيئته. فبيقول هذا اصلي، لما بيدعي لهم بقى هو عمال يشكر ربنا عليهم وفكرهم ومشتاق لهم وحاجات كتير، وبعدين بيقول لهم بصلي لكم. ليه؟ عشان محبتكم تزيد أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم. العجيب أنه هو في فيليبي وفي كولوسي وفي أفسس وظن غلطية كمان ربط النمو في المحبة بالنمو في المعرفة، حاجة غريبة. ليه؟ في ناس يتهيألها المحبة دي مشاعر، المعرفة دي مخ تفكير معلومات. في الحياة الروحية بيمشوا مع بعض. يعني إيه؟ يعني ما تعرف ربنا أكتر تحبه أكتر، ومعرفة ربنا مش دروس، مش وعظات، دي خبرات، دي عمق، دي عشرة. فالمعرفة لما تزيد، لما تعرف ربنا بيحبك قد إيه تحبه أكتر، تعرف ربنا حنين قد إيه، باله طويل قد إيه، حكيم قد إيه، تقوم تحبه أكتر. فتزدادون في المحبة في المعرفة، هو قال كده تزداد محبتكم في المعرفة وفي كل فهم. يبقى الفهم والمعرفة الروحية تزيد المحبة، وعشان كده دايما نقول نغذي نفسنا بكتب روحية وعظات وتفسير. واحد يقول لك ما انا قريت الإنجيل قبل كده، لا مش كفاية، اقرأ أكتر. كل ما المعرفة تزيد المحبة هتزيد، ومش معرفة معلومات، مش هنمتحن على باب السماء أسئلة في الإنجيل، لكن هيبقى تقييم الحب، تقييم السلوك نفسه والقلب، ده مرتبط بالمعرفة الروحية. كمان الآباء بالذات ذهبي الفم فسر الآية دي على أنها تزدادون في المحبة، محبة تزيد بس مع المعرفة والفهم. ليه؟
لأنه ممكن المحبة لما تزيد من غير معرفة تبقى محبة غشيمة، تبقى محبة غير حكيمة، تبقى فيها اندفاع. وهنا القديس ذهبي الفم استفاض في شرح قضية، قال احذروا أن يكون المحبة غطاء لستر الهرطقات والتعاليم الغريبة. يعني إيه؟ ما تقولش أن أنا بحب الناس تقوم تدخلهم بتعليمهم الغلط الكنيسة وتقول ما احنا بنحبهم، لا كله كويس، لا مش كله كويس، خلي عندك معرفة، خلي عندك فهم، خلي عندك تمييز. يعني مش معنى انك بتحب الناس قوي انك تفتح الباب لأي فكر غريب، لا، خلي المحبة في المعرفة. يعني مع المعرفة مع المحبة يبقى فيه حكمة في التفاهم والتعامل والحدود وكل حاجة. تبان في الآية اللي بعدها لما يقول حتى تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عصر إلى يوم المسيح. يعني مع المحبة الشديدة قوي ومعرفة عالية يبقى فيه تمييز. تمييز تعمل إيه وما تعملش إيه، تقبل الشخص إلى أي مدى، تقرب منه لغاية إمتى، تتكلم ولا تسكت. تمييز بقى، تمييز ده نتاج فضلتين، حب شديد للناس وربنا وحكمة معرفة تقوم تميز. أعمل الخير للشخص الفلاني ولا الخير ده هيقلب معاه بدلع واستهتار وما يشتغلش، ما دي عاوزة تمييز. أنت بتحب الشخص ده بس لو أكثرت من العطاء ممكن تبقى بتزقه على إيه؟ البطالة والدلع، يبقى بتتعبه. خلي فيه تمييز، معرفة مع محبة يطلع تمييز. بتحب الناس دول بس الناس دول بيقولوا كلام مش مظبوط، لا ما ينفعش انك تسيبهم يكلموا أولادك ويلخبطوا دماغ ويلخبطوا العقيدة، لا حبهم بس اعمل مسافة، لأن المسافة دي مهمة. خلي فيه تمييز، تميزوا الأمور المتخالفة. المتخالفة يعني اللي عليها خلاف، يعني الحاجة اللي احنا مش مرتاحين لها لازم تبقى عينينا في رأسنا، الحكيم عينه في رأسه. إذن الإنجيل دايما يعلمنا ما تخليش الحكمة المحبة تلغي الحكمة، الحكمة محتاجة محبة والمحبة محتاجة حكمة. الحكيم روحيا بيحب الناس بجد ويحب ربنا، واللي بيحب ربنا وبيحب الناس حكيم بجد. وده اللي قصده المسيح لما قال ايه، كونوا بسطاء كالحمام وكونوا ايه، حكماء كالحياة. لان البساطة بس ممكن يبقى يعني سذاجة وتجيب مشاكل بسبب قلة الحكم. حتى تميزوا الامور المتخالفة كي تكونوا مخلصين وبلا عثرة الى يوم المسيح، عشان يبقى حياتكم مستقيمة، ما تتكعبلوش في لخبطة ولا علاقات مش مظبوطة، ويبقى كل قرار طالع صح، وتبقى مخلص. يعني كل اللي يهمك ان ربنا يكون مبسوط وبتعمل بالظبط اللي ربنا عاوزه، مش فلان عاوز ايه وفلان عاوز ايه. ما هو اللي بيحب الناس بيرضيهم، طب افرض رضا الناس مش على مزاج ربنا، تبقى انت مش ناقصك معرفة، ناقصك تمييز. ما حدش قال انك ترضي الناس لدرجة تكسر الوصي، لا، يبقى كان ناقصك تمييز. يبقى هنا بيقول تكونوا مخلصين وبلا عثرة، يعني عاوزكم ما تغلطوش ولا غلط. يبقى بيصلي لهم يزدادوا في المحبة وفي المعرفة، وبالتالي يوصلوا للتمييز في السلوك عشان يبقوا بلا عثرة إلى يوم المسيح. شوفوا في ثلاث آيات كرر كلمة يوم المسيح، جت في عدد 6 وعدد 10، 4 آيات. واضح أن القديس بولس مشغول بيوم المسيح. نفسنا واحنا في كيهكة كده نشتاق ليوم المسيح، كنيستنا الحلوة بتسهرنا اليومين دول عشان تقول لنا المسيح قرب جايك، وخليكوا سهرانين زي العروسة الشطرة اللي مستنية عرسها، فهي مش عارفة جاي امتى بس هي مستنية. فده يوم حلو، يوم المسيح، يوم لقاء العريس بعروسته، يوم فرح، بس طوبى للي يسهر. فهنا بولس كان مشتاق لليوم ده، رغم انه ما سافرش بسرعة، يعني بعد الكلام ده حوالي من 4 لـ5 سنين لولا ما استشهد.
لكن كان يوم المسيح قدام عينه، لقاء المسيح اللحظة دي كانت شغلة، ودي اللي بتصنع القديسين، دي اللي بتجيب السهر الروحي وتجيب الحب وتجيب الحكمة وتجيب كل حاجة. تركيز على اللحظة اللي هتقابل فيها ربنا وتقف وصعده يصلح حاجات كتير، يخليك الدنيا صغيرة في نظرك، يخليك تحب تصلي أكتر، يخليك تعمل خير أكتر، يخليك تتفادى أي خطية في حياتك، حتى تميزوا الأمور المتخالفة كي تكونوا مخلصين وبلا عسرة إلى يوم المسيح، مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. يعني بيقول لهم تزدادوا في المحبة وتبقوا مليانين بر، مليانين قداسة، ويبقى الثمر باين عليكم. وإن كان بتيجي ساعات ثمرة البر يعني نتيجة القداسة أن المسيح باين عليك. في التسبيح نقول اغرس فيا ثمرة برك، وطلع ثمرة بالمفرد، لأن أصل الكلام هنا ثمرة بالمفرد. يعني هي إيه ثمرة البر؟ يعني القداسة، أو يعني التشبه بالمسيح، يعني تبقى شبه المسيح. ده بقى الامتلاء، ده الشكل النهائي للحياة الروحية، إن كل اللي يتعامل معاك يقول أنا شفت المسيح. طب دي هتيجي إزاي؟ لا هتيجي بكل اللي فات، تيجي بالصلاة وتيجي بالمحبة وتيجي بالتواضع وتيجي بأن الواحد يتوب ويظبط نفسه كل شوية. لكن قديس بولس عايش المعنى ده وبيصلي لأولاده عشان يوصلوا للفكرة دي، تزدادوا في المحبة وفي المعرفة وفي الفهم والتمييز، وتتملوا بقى من ثمر البر الذي بيسوع المسيح. في تفصيل ثمر البر بقى كلام كتير، مثلا محبة، فرح، سلام، طول، أنا، لطمة، كل ده اسمه ثمر البر أو ثمر الروح. هتلاقوه في غلاطية وتلاقوه في أفسس، اللي هي الثمار، ثمار بتاعة شجرة البر. كلنا زي أشجار بر وبيطلع منها ثمر، وكل الصفات دي هي صفات المسيح، طول الأناة والمحبة، الكلام ده كله صفات ربنا يسوع. مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. ليه؟ تصوروا معايا لما يكونوا كل المسيحيين شبه المسيح، تصوروا كده، تخيلوا المنظر. اللي في العالم دول يشوفوا ايه؟ اللي في الشارع بيشوفوا ايه؟ تشوفوا المسيح له كل المجد، كان يمشي زمان الافات تجري وراه من جماله. طب لو كل المسيحيين شبه المسيح، العالم كله يجري ورا الكنيسة. لكن احنا طبعا الشبه لسه مش باين قوي كده، يعني بيجروا مننا ساعات. لكن هنا يقول لمجد الله، يعني الجمال ده لحساب المسيح، انه يتمجد المسيح فينا ويبقى الله يتمجد في اولاده. ثم اريد ان تعلموا ايها الاخوه، يبقى كل اللي فات ده ممكن نحسبه كمقدمه لرساله فيليبي، انه شكر ربنا وانه دعا لهم دعوه حلوه وقال لهم انا مشتاق لكم قوي وحشتوني وبصلي لكم وبدعي لكم، مقدمه. ندخل بقى في غرض الرساله. اريد ان تعلموا ايها الاخوه أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل. الآية دي توحي أن هم كانوا عاوزين يطمنوا عليه، عاوزين يعرفوا أخباره إيه، أموره إيه. فأقول لهم عاوزكم تعرفوا أن أموري تحولت إلى تقدم الإنجيل. هم طبعا متوقعين كلهم بولس اتسجن يبقى الكرازة وقفت أو تعطلت، وناس رجعت لورا بقى اللي كانوا مرتبطين ببولس لخبطوا بقى لما بولس اتسجن وطول في سجنه. قال لهم لا، ده انا عاوزكم تطمنوا، الحكايه عكس كده خالص. اموري قد آلت اكثر الى تقدم الانجيل. والرساله كلها بتشرح نفس المعنى، انه عارفين في مثل بلدي يقول ايه؟ اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. طبعا ما فيش حاجه تخوف، لكن يعني اللي متوقع منه حاجه وحشه بيطلع منه حاجه حلوه دايما كده. طالما انت ماشي مع ربنا ما تخافش، كل المشاكل تقلب معاك مكاسب. طالما انت مالكش غرض وحش، اي مشكلة هتبقى خطوة قبل ما تلاقي حاجة حلوة، وحاجة حلوة قوي. ف
فقال لهم على فكرة بقى، أنا اكتشفت وأنا في السجن أنه اللي أنا فيه ده مصلح، ومن ساعة ما اتسجنت الكرازة جريت وكنائس كتيرة فتحت وولادي سخنوا وتحمسوا وبقى يكرزوا بذمة، وفي ناس تاني بقت تكرز عشان مش بتحبني عشان أفضل مسجون، برضو مصلحة، هم بيكلموا عن المسيح. وأنا في السجن مبسوط وعمال أصلي وشبعان بربنا وببعت رسائل، فعاوز يقول لهم من كل ناحية بصراحة أموري جابت نتائج حلوة. تصوروا واحد مسجون لرابع سنة وظلم وبيقول أنا شايف أنه ده خير وكل الخير. إيه رأيكم؟ نفسنا نوصل لكده، أن الواحد يبقى مهما كانت ظروفه يبقى بيقول أموري قد آلت إلى تقدم الإنجيل، كل حاجة في حياتي في اتجاه تقدم الإنجيل، لأن بولس بيحب الإنجيل، بيحب البشارة. يا عم الإنجيل إحنا قلنا مش كتاب ساعتها، بشارة نفسها الكرازة. فلأنه بيحبها ربنا ساء حياته باتجاه عجيب، عشان كده في آية في أشعياء تقول له أمشيك في طريق لا تعرف، يعني هسوقك في سكة ما تحسبهاش. بولس ما كانش على باله أنه هيطول في السجن كده، لأنه كان بيطلع من السجن كل مرة بمعجزة بقاله 4 سنين، لكن طلع أن السجن هنا جايب له خير. أولا كان ممكن يختلوه بره كذا مرة، فالسجن كان حماية لي، بالإضافة إلى الرسائل، غير بقى أنه كل تلاميذه انطلقوا في الخدمة. حط في بالك أنه لما الأمور تمشي على غير خطتك وحساباتك يبقى لازم في تقدم للإنجيل. تقدم للإنجيل يعني الخدمة هتستفيد من كده، طالما أنت عايش خادم وكل اللي يهمك خدمة ربنا يبقى المشاكل اللي بتحصل لك لصالح خدمة ربنا. يمكن تتعب وماله ما تتعب، بس المهم في الآخر تقدم الإنجيل. أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى يعني أول نتيجة شايفها هو حتى أن وثقي يعني سجني أو قيودي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. يعني إيه الآية دي؟ هو لما تسجن في الأول الناس أغلبها صدق أن الراجل بولس ده بتاع مشاكل، وأنه راجل بيلعب سياسة، وأنه فعلا ضد موسى، وأنه ضد قيصر، وهم جابوا له كل التهم اللي يعني تخليه موتوه 100 مرة. فالناس صدقت بعد كم سنة في السجن، بان أن اليهود كذابين والرومان متآمرين، وأنه الراجل ده مسجون عشان بيحب المسيح، لا غلط في اليهود ولا غلط في الرومان ولا كسر قوانين ولا عمل حاجة غلط. فبيقول أموري قد آلت هنا أكثر، بمعنى إيه؟ وثقي صارت ظاهرة، يعني الناس عرفت أن القيود بتاعتي دي اتعرف أن أنا بريء، وتعرف أن كل ده كان مؤامرات، ومع كده لسه هو مسجون طبعا. وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية، دار الولاية اللي هي يعني بيت قيصر نفسه، مكان ما بيحكموا بقى وياخدوا القرارات الكبيرة، وفي باقي الأماكن أجمع. يعني روما كلها بقت عارفة أن اللي اسمه بولس ده ما وقعش مع نيرون ولا قيصر ولا حاجة، ولا هو عمل حاجة غلط، لا ده راجل عشان مسيحي سجنوه، عشان زعيم للمسيحيين بس، لكن ما غلطش في حاجة. فطبعا دي بالنسبة له كانت كرازة. ليه؟ لأن اللي كان يصدق أن بولس مجرم طبعا مش ممكن هيسمع له. دلوقتي لما تعرف أنه مظلوم بان ان الرومان ملخبطين وان اليهود ملخبطين، وان اكيد دول ودول كلامهم غلط، وان بولس ده هو اللي طلع معاه حق، فدي زودت سمعه المسيحيه والانجيل. وثقي صارت ظاهره في المسيح في كل دار الولايه وفي باقي الاماكن اجمع، واكثر الاخوه وهم واثقون في الرب بوثقي. يعني اغلب الناس اللي عارفه ان انا مسجون من اجل المسيح والانجيل يكترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف. يعني أكثر تلاميذ الكنيسة بقى عندهم جرأة ما كانتش عندهم، لما لقوا أن بولس بالذات اتسجن من أجل المسيح اتشجعوا وقالوا شمعنا هو، إحنا مستعدين نتسجن إحنا كمان. فبقى في ناس عندها جرأة يكترئون من الجرأة على التكلم أكثر،
يبقى الناس دي كانت بتخاف، دلوقتي ما بقوش يخاف. ليه؟ لأن القديس بولس بسجنه والمعجزات اللي اتسمعت عنه ادى قوة وحماسة لبقية الكنيسة، وهم واثقون في الرب وثق يكترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف. يبقى واحد زي استفانوس لما استشهد، رد الفعل الطبيعي المتوقع أن الناس كلها تكش والشباب كله يتلم، لأن استفانوس ده اترجى موتة صعبة وكان شاب صغير. إنما حصل العكس، كل شباب الكنيسة اتحمس وبقت الناس مستعدة كلها للاستشهاد، والذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمة والحكاية عليت. فهنا العالم يتوقع شيء والحقيقة بتطلع حاجة تاني. بولس اتسجن، الكرازة زادت، واللي اتحمسوا يكرزوا كتير، واللي بقى فيه جرأة عند الناس في الكلام عن المسيح ما كانتش موجودة قبل سجن بولس. ده هو بيقراها كده بيقول أنا بقول لكم الإنجيل اتقدم بسبب سجني، فما تزعلوش، أنا ما طلعتش من السجن بس دي مصلحة، لأن أولا العالم كله عرف أن أنا بريء وأن دي كلها مكايد ومؤامرات. حاجة تانية، أغلب الإخوة بقوا يبشروا بجرأة عن زمان. أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح. واقعيا كان في مجموعة زي حزب كده مش بيحبوا بولس، البعض بيقول يمكن دول اللي كانوا مع أبولوس في وقت أو كانوا يميلوا للتهود، دول ما كانوش بيحبوا بولس. فكانوا لما بولس اتسجن قالوا كويس انه اتسجن، وللأسف كانوا بيبشروا بالمسيح عشان ده يهيج الأمن يعني، فيفضلوا بولس سجنينه على طول على اعتبار ده الزعيم. فهنا بيقول في قوم عن حسد وخصام يكرزون، ودي أي غريبة وعجيبة، هل حد ممكن يكرز أو يبشر عن حسد وخصام؟ توصل لكده؟ يبقى واحد بيوعظ عشان واحد تاني يتسجن ياخد تهمة. الشيطان بيعمل حاجات غريبة. طبعا الناس دول مصيرهم وحش، ودول أغلبهم تراجعوا عن الإيمان، لكن كان في كل زمن في ناس مغرضة حتى في الوعظ وحتى في الخدمة، يبقى لها أغراض غير مستقيم. فبيقول قوم عن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، أما قوم فعن مصر. هو قال أكثر الإخوة بقوا يكرزوا بالمسيح، ودي مفرحة بولس. ففي قوم بيكرزوا عن مصر يعني بحب، فرحانين بالمسيح وعاوزين يقدموا للعالم كله، مكملين رسالة بولس بعد ما تسجن. لكن في فئة كده عن حسب وخصم، هؤلاء عن تحزب، رجع تاني للفئة الأولى، يقول دول متحزبين، يعني اللي بيحركهم من حاجات مش روحية، حاجات كده حزبية وتعصبية، ينادون بالمسيح لا عن إخلاص، مش بتحركوا بحب. في فرق بين واحد عاوز الناس تحب ربنا بجد وعاوز الإنجيل يوصل وعاوز الناس كلها تتوب وتدخل للسماء، وفي ناس عاوز تزود الحزب بتاعها بس، ده تفكيرهم يعني. ظنين أنهم يضيفون إلى وثق ضيقا، يعني زي اللي بيكيدوا فيا يعني، كمن أنا مسجون جوه، هما بقى يعني لما يزودوا حزبهم أنا هتغاظ. وأولئك الباقيين بقى الخدام الكويسين يكرزون عن محبة، عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل. ناس عارفة أن بولس ده ربنا مختاره يبشر الأمم، فيعني كلهم يعتبروا تلاميذه ومكملين رسالته. بصوا بقى الآية الجميلة دي، يقول ماذا فماذا، يعني حاجة تحير، ناس بتبشر بغرض حلو وناس بتبشر بغرض وحش. فبيقول إيه؟ غير أنه على كل وجه سواء كان بعلة أم بحق ينادى بالمسيح، وبهذا أنا أفرح. مش دول بيكلموا عن المسيح ودول بيكلموا عن المسيح، طب أنا مبسوط كويس، في وثنيين كتير محتاجين يسمعوا عن المسيح، خلي العالم كله يسمع عن المسيح، ولو ناس غرضها وحش الغرض الوحش بعد شوية هيروح، واللي يعرفوا المسيح يمشوا في الغرض الحلو بعد شوية. إزاي القديس بولس رغم أنه شايف في ناس بتتآمر عليه وهو مسجون ولسه مبسوط؟ يعني ما كفاية السجن يهد نفسيته، ده كمان وهو مسجون في ناس
مكملة مكايد، وبرضه يقول لك ايه، طب ده انا مبسوط بقى. ازاي الواحد يشوف حاجة حلوة من وسط الحاجات الوحشة؟ يقول انا فرحان، بدل بيكلموا عن المسيح. طب والغرض الوحش اللي في قلبه، النية البايظة دي، يعني غيرة مرة وتحزب جواهم، قال معلش ربنا يشفيهم ويهديهم، لكن كويس ان في ناس تتكلم عن المسيح. بصوا بقى نقاوة هذا القلب، اللي ما يعرفش يكره، ما ينزلش للمستوى بقى ايه، دول عاملين حزب يقوم هو يعمل حزب، دول بيغزوه فيدعي عليهم مثلا، ما عندوش الكلام ده. بيقول انا فرحان كده كده لان ربنا عارف بيعمل بيا ايه، وربنا ضابط الكل، ولو ناس ليها غرض وحش ربنا فوق الكل، يقدر يطلع من الجهة في حلاوة، يعرف يعمل اي حاجة، فانا فرحان كده كده. سجني ده تسبب في ان ناس كتيرة سخنت واشتغلت حلو خدمت، وفي ناس اشتغلت بنية مش حلوة، بس برضو ايه، كله للخير في الاخر. غير انه على كل وجه سواء كان بعلة ام بحق ينادى بالمسيح، وبهذا انا افرح، بل سافرح ايضا. ايه غريبة جدا، ليه؟ تصور واحد بيقول اصلا انا ناوي افرح، يعني ايه ناوي تفرح؟ هو الواحد بيقرر يفرح؟ يقول انا فرحان وهفرح. هتفرح بالعافيه يعني؟ تفرح ازاي يعني؟ قال انا ما بسيبش حاجه تضايقني، انا مبسوط بربنا وربنا مش سايبني، ومعايا في السجن وسايق الكنيسه كلها بره ومرتب كل حاجه حلوه، يبقى ما افرحش ليه؟ فرحني ولسه هيفرحني اكتر. ايه الروقان ده؟ طب ده انت في السجن وفي ظروف قاسيه، ازاي الواحد يقول انا فرحان وهفرح لسه؟ ياه، ايه الرجاء ده؟ نفسيه قويه. وفي اخر الرساله يقول اقول ايضا افرحوا، افرحوا، وبقول لكم بالزق كده افرحوا. اذا واحد متمسك بالفرح ومالي قلبه فرح وفي ظروف قاسيه، هو ده اللي بيشاور لنا عن جمال السماء، وازاي الروح القدس ده روح الفرح، وان اللي معاه ربنا فعلا الدنيا كلها تحت رجليه، وانه لو كان الله معانا يبقى مين علينا، وكل الامور فعلا تعمل معا للخير، وكل المشاكل هتقلب بركه. طيب ده الا العيشه الحلوه دي، ليه ما نوصلش لكده؟ ازاي الواحد يقول سافرح ايضا؟ هتفرح؟ طب ما يمكن يعدموك، ما يمكن المؤامرات تزيد، ما يمكن تعيا في السجن الصعب ده، ما يمكن تطول وانت قاعد بقالك 4 سنين، ما يمكن، ما فيش يمكن، دي يمكن دي بتاعت الدنيا. لا، مش هيحصل غير كل حاجة صح، لأن ربنا ضابط الكل. فهنا بيقولها بمنتهى الثقة، بهذا أنا أفرح بل سأفرح أيضا. بهذا دي طلعت إيه؟ أخبار الدنيا كلها بتقول بتفرح، يعني تصوروا، بس ما تاخدوهاش يعني بزعل. واحد يقول لك الكورونا خلصت، يقول حلو. طب الكورونا مش راضية تخلص، حلو برضه. ازاي يعني كله حلو؟ ازاي؟ هو ربنا حلو، يبقى اللي بيعمله ربنا صح، وبدل سامح بحاجة يبقى وراها خير لازم. يبقى بهذا أنا أفرح بل سأفرح أيضا. ده شخص زي ما قال عنه المسيح كده لتلاميذه، لا يقدر أحد أن ينزع فرحكم منكم. إيه بقى يشيل الفرح؟ أمراض، سجن، موت، فيش حاجة بتشيل الفرح. واللي يبقى ماسك في ربنا جامد فيش حاجة تغير قلبه، فيش حاجة تخلع فرحته منه، لأن الفرحة ما بقتش مرتبطة لا بالظروف ولا بالبشر ولا بالصحة ولا بأي حاجة، بربنا لوحده. لأني أعلم أن هذا يقول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح. بصوا الثقة اللي بيتكلم بيها، أنا متأكد أن اللي بيحصل ده يجيب خلاص. طالما السجن مطول والناس بتتآمر علي، يبقى أنا فاهم أنه ده معناه في حاجة حلوة هتحصل. يقول لي إلى خلاص، ودي معناها الحرفي، معناها اللي بيحصل ده هيخلينا نطلع من السجن. وده اللي حصل فعلا، أن بولس علم بالروح أنه هيطلع خلاص من السجن، قرب يطلع. طب هو طلع ليه؟ عشان الجماعة المتآمرين اللي بيكرزوا عن تحزب دول، فربنا قال له لا، هنطول في عمرك شوية عشان ترد على الناس دول.
تظبط اللخبطة اللي بره دي. فقال جت مصلحة، ربنا اداني كام سنة تاني في العمر عشان أكمل الرسالة في الحتة دي. فبيقول أعلم أن هذا يقول لي إلى خلاص بطلبتك، يعني طول ما أنتوا بتصلوا ربنا بيحمل كل حاجة حلو. ومؤازرة روح يسوع المسيح، هم بيصلوا بره دي حاجة مهمة، إنما في حاجة أهم، الروح القدس معاه في السجن، جوه السجن، مؤازرة روح يسوع المسيح. المسيح آكل نايم شارب معاه في السجن، روح المسيح ساكن فيا يؤازرني، يعضدني، يعزيني، يشبعني، يشجعني، يفكرني إن كل الدنيا دي لحساب السماء وتحت رجلينا. فبيقول مؤازرة روح يسوع المسيح، يعني المسيح بروحه بيؤازرني وبيطمني إنه كله للخير. حسب انتظاري ورجائي أني لا أغزى في شيء، بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي، سواء كان بحياة أم بموت. نقولها تاني عشان دي طويلة. حسب انتظاري ورجائي أني لا أغزى في شيء، يعني ربنا مش بيكسفني في حاجة أبدا. شوفوا بقى الثقة الجميلة دي، أنا لا أغزى في شيء. ما هو ما بيطلبش حاجة أرضية، هيكسفه ليه؟ لو طالب شقة وعربية يكسفه يمكن، لو طالب فلوس، لو طالب حتى يطلع من السجن يمكن يقول له تطلع أو ما تطلعش. إنما ده مش طالب غير تقدم الإنجيل، مش طالب غير إن الجميع يخلصون. فبيقول أنا ما بيكسفنيش أبدا. يا بختك. حسب انتظاري ورجائي أني لا أغزى في شيء، بل في كل شيء، يعني في كل مراحل الحياة، في كل المواقف يتعظم المسيح في جسدي، سواء كان بحياة أم بموت. يعني إيه؟ يعني المسيح في بولس المسجون يتعظم، والمسيح في بولس وهو بيترجم يتعظم، والمسيح في بولس وهو تحاكم وطلع براءة كان يتعظم، والمسيح لما في بولس كان بيتحاكم تاني مرة وخد إعدام كان يتعظم. يعني في مجد ربنا في كل حاجة حصلت لحياته يتعظم في جسدي. تصوروا واحد مريض يشكر ربنا يتعظم المسيح في جسده، وواحد مريض آخر يحصل له معجزة ويتعظم المسيح في جسده، والاثنين يتعظم المسيح فيهم سواء كان بحياة أم بموت. في ناس ربنا يصلوا كويس وياخدهم السام يتعظم المسيح فيهم، وفي ناس ربنا يطول في عمره يتعظم المسيح فيهم برضه. فبيقول بحياة أم بموت مش فارقة، المهم العظمة تبقى ربنا، المهم أن ربنا يتمجد في كل شيء. فيقول لا أغزى في شيء بل بكل مجاهرة، يعني بقلب جامد وبمنتهى الثقة بنقول كما في كل حين كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت. إزاي واحد قادر يشوف جسد وملك للمسيح، والمسيح لو المجد بيستخدم جسده الضعيف ده اللي كله أمراض وقوة السجن عشان يتعظم فيه. الرجل ده اللي كانت المناديل والعصائب بتاعته بتعمل معجزات، وكانت عادته في السجن من أجل خلاص ناس كتير قوي، والمسيح يتعظم في حياته. ولما بولس مشي بقى المسيح يتعظم في موته بسبب استشهاده في آلاف أمنه. بص مثلا على الواحد زي البابا كيرولوس، كان المسيح يتعظم في حياته وفي مماته، مش كده؟ مش بعد ما مشي البابا كيرولوس ما زال المسيح يتمجد من خلال شفاعته ومعجزات على اسمه. إذن العظمة لربنا تروح من كتر ما الإنسان مدي كل قلبه عقله لربنا. لما إنسان يحب ربنا من كل قلبه ويعيش مخلص ليه يتعظم في حياته وفي مماته. زي شمشون تعظم المسيح في جزء من حياته قبل ما يلخبط، إنما تعظم بالأكتر إمتى؟ يوم ما مات شمشون ربنا عمل شبه معجزة وكان آلاف من الوثنيين راحوا في اليوم ده. إذن ربنا عارف بيعمل إيه. الشهداء مثلا ما أسهل إن ربنا كان يعمل معجزة وينقذهم من يد الأشرار، بيسيبهم ليه يموتوا ويستشهدوا؟ يتعظم ربنا يتمجد في الاستشهاد، لأنه الشهيد شاهد للحقيقة، وشهادة الشهداء شهادة قوية قوي صوتها عالي جدا
لأن قدام العالم كله الناس دي بتموت ليه؟ يبقى شايفين حاجة، يبقى متأكدين، يبقى معهم حق. فشهادة الشهداء كانت حاجة عظيمة. فإن كان السعيد بحياته يخدم ربنا دي حاجة عظيمة، لكن في استشهاده كمان أعظم. فبيقول بكل مجاهرة يتعظم المسيح في كل شيء، إن كان في حياتي إن كان بموت أو حياة سيان. كده حلو وكده حلو. إمتى نوصل إن مش فارق معانا نعيش أو نموت؟ لأن ده اللي هيقوله الآية اللي جاية، نعيش نموت المهم إيه؟ نبقى بتوع ربنا. كل اللي هو يرقي اللي يشوفه بقى، عاوزنا نعيش أهلا وسهلا، نعيش بس نشتغل معاه. طب نموت حلو أهلا وسهلا، بس ندخل للسماء ونمجده للأبد. فيبقى يتعظم على كل حال، يبقى المجد لربنا في كل شيء، له كل مجد وكرامة الأبد. أمين. إيه رأيكم بقى ناخد الآية بتاعت أنا أفرح بل سأفرح أيضا، نقولها مع بعض، أنا أفرح بل سأفرح أيضا، فيليبي 1:18، أنا أفرح بل سأفرح أيضا. تفضلوا نصلي.